بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. حديث كي لو بقل إلا بعد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي نبي إله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا آوى مر الله لمركو ربا إنه أصد ضمه وسوء آذى إلى فراشه قوشي كل ليلة هبين كاستجمع كفيه لبذي سكف أيو كل منا ثم نفث فيهما وأفوف أيو فقرأ فيهما وحكو أخرنا يقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم كبعد يمصح وحكو مسح بهما لبذي كعمون مستضاع انتو كرأ من جسده جسد كيس كمدأ يبدأ بهما أصغو كب العبايا على رأسي مدحيسي ووجهي وجهيسي وما أقبل وحي كهري ما ذأ من جسده جسد كيس كمدأ يفعل ذلك أرنتا ثلاث مرات سدح مر أيو سمين جري صلى الله عليه وسلم صوت المانا وحنوت الماما أرمها صدا إسرويك إنيهين صور حجاب وقفك إفي عنتا إنو اسكو حجابو هبينك مركو سيحانا أيو. حديث كي لو بقول إيه سدحاد عن عبد الله بن مغفل قال وحو داي رأيت النبي نبي إلهي أيان أركي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أسقو قابيب كيسي صارا ناقته هشيس أو جمله وهي تصير أين لص عنيسو وهي تصير به وهو يقرأ أخرنا في سورة الفتح سورة إنا فتح أقرنا أو من سورة الفتح أما قبل كمذا سورة الفتح قراءة أقرن لينة جلعصا وهو يرجع سوء العلنا يقراءة أيان أركيبو يري عبد الله بن مغفل قف كاسيقو قاديد صار إنو قرآن كأخر سنكر أيان لقاء ذنا حديث كي لو بقولي أفراد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحو يري قال النبي نبي وحو رحي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن قرآن كأخرية ما اتلفت عليه انتو اذن قشو عنايو او قلبيين او قشر حيهي او تكو تدبريسان قرآن كأخرية فإذا اختلفتم هداد اسكو قلافتان فقوموا عنه كاستاقبوا رأي نبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفتم وحادي عكرت إن لو لجيد خلاف كان هدي معاني ذي سئيو أرموين كاكل أتسكو قلافتان كإستاغا هدي حبكاس ونقون وايو أو قلبي نقشوع واينا إسك جوجيا مركانا معقول واي إن مركان لو لجيدو فقوموا كإستاغا عنو حقي سحديس كي لواب قل إيا شناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحو ير أبي هريرة قلت وحانكو إريا رسول الله رسولك إلهي إني رجل شاب نن رجل أهو طلنيرا أيان أهي وإني أخاف على نفسي نرسد يدو حانو غعب صنايا العنة الزينو ولا أجد مه استماء تزوج به وحانكو قرسد النساء ناغو سيلا رسولك الله فسكت إلين جواب ماله وكا آموسي عني حقيقة وكا آموسي نبيك ثم قلت مثل ذلك هدن وكو علي يبورنا إلين زينان كعب صناناك نواربا فسكت عني وإقا آموسي نبيك ثم قلت هدن وحان إري مثل ذلك سيري أوكالي فقال النبي نبي وحو إيه صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم قلمك واقل علي لوح محفوظ حقر لها واقري بما أنت لاقن وحي الله كل ملهي قرن إلى وكو قري وكو قدري فاقتص على ذلك أو ذر فاختصي اختصاصك وحال الجدا قفك او رغني مد اسغلا دغالما حنيها ايو وحيابها اسكي انتقانا اسكبخيا سدا سمي اختصاص على ذلك ارنت دشيدا معناها اديغو اوك انو الهي وح الله وحو كوغو تلاغلي ادلا كلميسو سدا ييل او ذر اما كتك فاختصر روايتك لا اياتري كو غابسو على ذلك ارنتي ان كو شيغي اوغو معناها ان الى وحو كوغو تلاغلي ادن غفينين أو ذر أما كتك حالدها مركز إذا للي معناها ملغة موضو إن رالي لغاية اختصاصك لكن وحلو لجي ذا تهديد أوكالي أو وحي لمتها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هداد دونت كفر هداد دونت رمي كفر رالي لغاية معها وات أركي دونتا معنا هداد كفر سو لبك مركا كغاراية أبي ذر أبو هريرو أذيغنا سيدا يلبو نهي أو إلهي تلصار سبحانه وتعالى إلهي وناكو سيناي حديثكي لو بقولي لحد عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تردقل النبي نبي صلى الله عليه وسلم حؤسه وقلي على ضباعة بنت زبير قبل ليرهدو فقال لها وحو كيري لعلك أردت الحج ضباعي محار لغي يا بامية إلاد حج ربطو
قالت وحي تري والله لا أجدني إسهلي ماي إلا وجعة حنون ما هني وهربا إن الحجي لكن حنون إهايا فقال لها وحكيري حجي حجي بحأد واشترطي وشرطي وقولي له اللهم الله محلي مكان حلالو جيجا حيث حبستني ومشت وحبسته وكانت وحي أهد مركا تحت مقداد ابن أسود أيا قبي نينكا هستيسي كسر نيت أو قبي حديثك حالي قادنا قفك حجنا أم عمريسنا إنو شرد قدر مركو حرنا لبيك حج مركو دو إنو دوه اللهم محلي حيث حبستني هدي لسوع ليو هدو حنون صدو ميش الله لمشو كجوغو أيو إسيق جو جنا وحك فاري هديو لغ ربا مركا مجرو قفك لكن هذا حرمضة أو بحو أو لسوء عليو أما سي أو دعا شرطة أو كدرين أو لسوء عليو أما حنون صدو مركا وحالك ربانا كفارة قد إنو نفقالو إيا إنو قدال دم بهدين حجك لك لي مادو وكان تحت مقداد ابن أسود اللهم إلهيو محلي مكان حلالو جيجي ميشان كو حلالو باي وحان كو شرديي حيث حبستني ميشان إيو حبستو حنون كو إيو قبتو نافي وايو أن كو حلالو باي هدبا حديث كي لو بقل إيو تضباد عن جابر ابن عبد الله قال وحو يري كان النبي نبي وحو أها صلى الله عليه وسلم يكره مدكره سذا أن يأتي الرجل رجل كو إنو أي ماذا أهل وحاسكي سطروقا قورو طرق حلو لجدا وقتها بين ما إنه إيما إديانا في الليل من سفر أو غيره على غفلة أيضا لبه المام كجرا وحكستها بينك إيما ذا أيا طارق ليره ذا والسماء والطارق حدق معناها بينك بها الأركاء ما لنتي لما أركو كبأسا درتد بها طارق لوغو بحيي مركو غفكو مركو سفر كيسا ديراضه كبعد إهل كيسا إيحاس كيسا أي كورهين إنه وقت نوعا سإيمانا يو هدي أو كدس وقتاقو هبين نما هدي نقطو هوتيل إيميلا إنه إسكجيف تماهاني إنه قرقيس هذا مركا ممنوع وايه أيضا لغا عبسانا يتباتوين إنه يماذان حديث كي لو بقول إسي ديذات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الزوج بريرة بريرة ننكيذا كان عبدا أضون أيوها يقال له مغيث أيا الذي جري كأني وابا أنيغو بنا ابن عباس أنظر إليه في رنا يؤجيذ هد حقيسا يطوف خلفها أسقو قداشة الطوافة يسعدا يبكي أوينايا ودموعه إلنتي سنة تصيل أي دارانيسو على لحيتي قركيسي كسوق بنيسو حبي جعيل كدرتي فقال النبي نبي وحكوط أي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس عباس ألا تعجب ميادا ليابين من حب مغيث مغيث جعل كيس بريرة أقبه إيو من بغض بريرة بريرة لعبك أي مغيثا أقبته في ربو داي النبي فقال النبي نبي قلنا قويس صلى الله عليه وسلم نين كان أيو على الجلعي وعيري لو راجعته ما تسجل نقطة بريرة قال دوحي تريا رسول الله تأمرني مي أمريسا أمر وحيئة وقصب إن دينك وقصبا إنا قلنق ضميا هديتها كدب هذا الملها قال وحيو دايمايا إنما أنا أشفع وأشفيع يا كري معنى وحتر إيو كل هذا الأي إغتهي قال دوحي تري فلا حاجة لي فيه أني وحدن أه وأنك لا يهي مجيرو لبدو دوحي أهاي اللباء الدونو إسقلاه دين تسلامك وحي قبتها هدي متكان وحروبه مثلا ننكي ناكتي بحروب دي وبس وهدي ربتنا ويلي جوغي كرتا هدي ربتنا ويكتيغي كرتا إذن بريرة وطي عائشة حريسي حديث تحكامتها تلمانتي مغيثنا آد بو أجعلا بريرة سوق أيضا سعطو كدب سعدا وؤينة ديد إلنتي سينا قركي سي مركا قويدي رسولك وإرقي صلى الله عليه وسلم وأشفع وكالهضلي وحي تره دي إلهي أمرايو إلهي أمرك سلم ديدي كرو لكن هدي أدلي ذهي وحاني أنك شفع يواي فلا حاجة لي فيه وحدانو أنك لا يهي مجرو سيدا سي مركا تيري جايلك وحجرا إنو يهي نباتن أولي يهي يحديثك مركا تلماما حديثك لو بقل إساقالات عن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي كان وحو أها يبيع مد إيبي نخل بني نظير رير بن نظير تمرتي ذي مد إيبي يبو أها أو ويحبسو لعكتي إيو وحي أكسو قطينا وحو أكيذي لأهله أهل كيسة قوت صنعتهم صنعت كذا قوت كي عن الهيئة أيو مال أوديك النبي صلى الله عليه وسلم تاسيو حلقة هذا نقف كأهل كيسة هدي أنت راشين أوكيانو بدن مال أوصل ديجا وح مشاكل إني سنكسر نين هدي بإلى سبحانه وتعالى أوكل سوني هاي أرين تاسن لقى هذا ما يقفك إنه توكل كإلهي كتجي سبحانه وتعالى قال وح ده النبي صلى الله عليه وسلم أدون كوبكها جري محسدة أويالي نفس دي سماهين لكن لقوت أهله أي مركة أهل نساس اللو
لغو جوابي أما سوح دباتا مبا كسوك نبا هادي أهد كسيدا أويلو وي قفل قودي أهل كأيا أغو هريا أغو نصدقك عطبدا إلهنا وناكو كسي حديثكي بقل لو بقلي طبنا عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال وحو داي سألت عائشة عائشة أيا سؤالي ما كان النبي نبي قمحو أهنجري صلى الله عليه وسلم يعمله مدكو عمل قبت في البيت قريقة مركو قريقة جوغو نبي قمحو سمين جري فقال دو حي تركان وحو أها على مهنة أهله أهل كيس أخذ من جري وحاوش قريقو نلقى بناي صلى الله عليه وسلم وانا لكرنا وانا لبقى سكستو يري جري فإذا سمع الآذان مركو آذان كمقلنا نرقوا يخرج وبحى يمسايدك آذي جري صلى الله عليه وسلم لكن أهل كيسا كالمين كرو أي حديث كالاقة قادنا دقون نمان إيسان مركا أهين وددو حي آمينسين دي قري كشقيان إنه دقون نمي وحنو عاسو كالقطهي لكن رقن نمي إيواناك ويا حال الدنو عاس حديث كي لو بقول إيكو إيطبانات عن أنس قال وحو يري قال النبي نبي وحو رهي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله إلهي مغا إيسا حسا ومركا دوحو نيسان وليأكل هكعون كل رجل ننك استميما يليه أكتيسة غار كاغا كعون كليا ومركا دطفر بدن إيهين هداد كليغات أي مشاكل كمسقنا لكن مركا دطبرا وحلا لعنايو خفوال با آذابت وحاكمين آه إنو غار كيسا مركا كعون حديث كي لببقل عن عامر بن سعد عن أبيه وحو كوري قال إنه يري قال رسول الله رسولك الله وحو رهي صلى الله عليه وسلم من تصبح ننكي كسب حيستا معنى صبح ذي عنا كل يوم مال والبا سبعة تمرات تضوى تمر عجوة وعجواء عجواء نوع تمرتك مرأة ولبا تمرت مدينة أيا ليره ذا عجوة ذا لم يضره ما قبت أيا ليري في ذلك اليوم ما لنتا تضوض حب اتمق عني صم ولا سحر صم وحكة ترميسو سحر وحكة ترميسو إنو عبا مركا معها لكن هدي إلى درتي إسكت بعضه وكسر ما إيو وحنو عاسو كالي هدي والا سحر اللي رهدنا وحي كتريسا مالي لكن وإنو سن وحبا كب لابا إلا إذا ما هني ما لن والبت مرتا عجوة أهقف كيساو استعمالا إلى سبحانه وتعالى حك إلى ليا صمتا إيا سحرك حديث كي لو بقولي سدحي طبنات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي نبي إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحير إذا أكل أحدكم أحد كن مركو وحنا طعام الراشين فلا يمسح يوصن مسح يده قعنتيسا من ديل إيو وحبا يكون مسح حتى يلعقها إلا أوليفو أو يلعقها أما الله ليفو إلا ساق أفريه سكن مرديو أوليفو أما الله ليفو بوضعي نبي صلى الله عليه وسلم يوترترين ويرسحنك وحكجر إنا طميسا لوغو تلقلي وحي قولك كادع إنا تسوق عدها دي وصخ لهين قعنت هذا كل إنا ليفتو ويمت قانين عمتد ماشي بركات أجرت بوضعي نبي صلى الله عليه وسلم إذا وحبا هكتيقين هدي أوليفة واسدي لقرتي أوليفة يحاسكيس أما عرورتيس أيا لغفصرا حتى يلعقها أو يلعقها أما مركا الله أوليفة حديثي لو بقولي أفري الطبنات عن أبي ثعلبة الخشني قال وحو يري قلتو حان رهيل يا نبي الله يا نبي الله نبي إلهي وإنا أنك بأرض قوم قوم أرلضو ذان دقنا أهل كتاب أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ولش قال ضح مكعوني كرنا يهود إيا نصارا لدقنا إيا قالو ولش ضح مكعوني كرنا وبأرض سيد قل أغاريتنا ودق دهيبو دهي أصيدو حان كو أغار صدا بقوسي قان سديدا وبكلبي إيغيغا الذي ليس بمعلم أن لا تببرين وبكلبي المعلم إيغيغي تببرنانا وان كو أغار صدا لبضا بي فما يصلح لي محا إي حلال محا سي حرام محا إي بنان معناها قال وحو دا نبيغا أما ما كي ذكرت آت شاكتي أو من آنية أهل الكتاب قال ويلا شو فإن وجدتم هدات هشان غيرها كو غير كود أو مسلمين خاصو فلا تأكلوا فيها قعنينا هكو عنين أبو يري كوا قال ذا وإن لم تجدوا هدادا هلين أدويسان فاغسلوها إسكتنق كوا قال ذا وكلوا فيها كون عن أبو ناي نبيغا صلى الله عليه وسلم وما ستة وحاد كو أغار ستة بقوسك قان صدا ذا أو فذكرت أدكو حست اسم الله مقع إلهي عليه كوركي سيف كل عن وما ستة وحاد كو أغار ستة بكلبك المعلم إيغا قتب بران فذكرت أدكو حست اسم الله إلهي مقع إيسى عليه كوركي سنف كل عن حتى هدي أي دنتان
way bisinka aad tiri iyo macallimnimada la tababaray ayaa gowrac u noqonaya wama sitta wixiisa aad ku ugaarsato bikalbika iigaaga gheyra almucallami aan tababarnayn bishardi waa inaad nolol ku gaartaa kaas faadragta aad gaarto marka dakaatahu gowraciisa fakul cun laakiin hadduusan tababarnayn bismillaahi xataa haddaad ku dirto wuxuu qabta hadduu dhinto ma cuni kartid macnaha sidaasoo kale bixi baa la yidhi nebiga u dhahay xadiiskii 215aad can asma radiallahu canha qaalad wixii tiri dabaxna waxaan gowracnay calaa cahdi رسول الله رسول كوختي صلى الله عليه وسلم فرسا فرس ايان قلناي بيتري ونحن انغو بالمدينه مقال هذا المدينه كسغن فاكلناه وانا عني وختي نبي مركين ليداي تقرير ايا ميشا لغا قادنا فاكلناه وان عني نحن واهل بيت النبي انغا اي نبي اهل كيس غريغي سبا حديث كحوت الماما نبي صلى الله عليه وسلم انو اجيدي حتى هدوسن مركا عنين هدوسن اديدنا تقرير ايا ليراهدا او شي بنان ayuu noqonaa markaa fardaha hilbahooda xadiiskii 216aad can ibnu cumara radiallahu canhumaa annahu samica annabiya nebiga ayuu ka maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yanhaa reebaaya oo diidaaya an tusbara in la xabiso bahiimatun bahiimada waa xoolaha aw gayruhaa ama gayrkeeda lilqatli dil in loo xabiso تصبرك وحالي لهذا قفك اللي توقنا يميش اللي قصر رؤوكالي إنساس وكال مركا اللي قشيش برطو أما شمبرها أهاتو أما وحيابكالي تاسو ديدا ابن عمر ولبا المساس ييلا يو شمبر انت يميل كحيرين كشيش برانا يا أيو أركي مركا أركينا وكفري أيغينا متقانا ويكال أردين مركا أسو داي نبي قواد ديدي حالة دان الله لعانا ذا قفك سيدا مركا ييلا مع ذلك حديثك حالك قادنا تصبر إن لغو سمي به مذا حتى حولاها هذاني إني مركا ممنوع تهي حديثك لو بقول إطبان إطبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحو داينها النبي نبي وحو ديدي صلى الله عليه وسلم يوم خيبرة ما لنتي خيبرة عن لحوم الحمري دمير كهل به سأيو ديدي دمير كان ودمير كأهلي غسان سومرني ورخص وحو بنيي في لحوم الخيلي فردها هل بهذنا ورخصي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كلا وبقول إسديد يتوانات عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال وحو داينها النبي نبي وحو ديدي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب متكست أمعي الصحيب ومن السباعي السباع كميدة إن مركا لعنه دقاقة مركا كميدة أما حولها متكست أمعي الصحيب إيه معي أيو ديدي أما متكست وحكسو حد قدب أحوق مركا له سيد المتقانة كالأسد والنمر والذئب والضب والفيل وقرد إيوحي لمدعا تارسولك وديدي صلى الله عليه وسلم وحوال بأو معي أصاحب أو دقاقة كمدعا أي نبي قديدي عنيتان كودة حديث كي لو بقولي سقال إيطوانان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم مر وحسامر بشات ميتة أو لمتي فقال وحو يري هلا استمتعتم ما تكو استعماشان بو يري أو تكو راحيستان بإهابها مقار كذا قالوا وحي إنها ميتة ويت لما ترسولك الله ويوحي قاتين وحي دنتي إلا عنه أي إلهي ديدي حتى مقار كيسنا الاستعمال كرين ساسي مركا أمليين لجيدا يقشقبك الله وضو أي نبي أركي مركا أسو داي هل استمتعتم ما تكو استمتعضان أو تكفى إذي ستان ضحكو انتفاعتان بإهابها مقار كذا بإهابها قالوا وحيدا إنها ميتة وبخت يا رسولك إلهي سيلو استعمالها فقال وحيدا إنما حرم وحل الذين كحارانتني ميي أكلها عنتان كي سوا يبو داي نبي صلى الله عليه وسلم أما مقارك كسوا بحية ميتنا هلا قصة ميي هدين لما قديه ولا استعمالك روانا طاهر حديث كي لبا بقول يلا باتناد عن ميمونة النفارة دوليد أيا وقعد وحي كد عضي في صمن سبق أي كد عضي فما تدوي لمتي فسئل ولا سؤالي عن النبي نبي قال سؤالي صلى الله عليه وسلم عنها سوقي حقيسة أما دولي سوقي كدعي فقال وحودا نبي ألقوها طورا دولي وما حولها إيوحي قاركيس قارقاري وكلوه عنا
حديثك حال لقى قاضنا دولجة إنه صمت وحيابا صمت له وكمدي هاي صبغ وكنعنا إن اللعوني كرين والبس صبغ روايات كل وحي تلمانتي جامد أيوها برعت مرك وح الله لوحي جار كيس جار إسكه الهالة أي طور الدولجة نكب حية أنت كلا نعنا أما صبغ هدوية صبغ مانعة قاتل السن هدو كل عكلي ولا ضادنا حديثك لو بقول يكو إلا باتناد عن البراء رضي الله عنه قال وحي رقال النبي نبي وحي صلى الله عليه وسلم إن أول ما شيكا أقوه رأيه نبدأ به أن بلابين في يومنا مالنتين هذا إكن نصلي ودكنينا مالنتا سحو لجيدا مالنتا عيد عرفضا مالنتا طبناتك عيد لتكن أيو كو دكنينا بوناي ثم نرجع ونقنينا هدنا فننحر وقلينا حولهنا أضحيذا من فعله ننكي سيدا سمي فقد أصاب سنتنا سنديني بو أصيبي ومن ذبح ننكي قلي قبل صلاة كهر فإنما هو لحم وهلب قدمه وأصوغ ذي لأهل أهل كيسة سوق تكتهيل وصوغ ذي لمتهي أيو يري نبيغا ليس من النسك في شيء عمل كي هديغا إيا شق ذي لقبانا أي مالنتا وإله أجرك أكب حين أي ما أهم بورناي نبيغا صلى الله عليه وسلم حديثك لو بقولي لبي لباترات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي نبيغ إلهي صلى الله عليه وسلم أيا دخل وأصوغ ذي عليها عائشة وحاضت أيضا عادتي بصرف صرف ماشي لي رهدو حجبا لو سعدي عبار مركي لسعدو صرفا لقاري أي عائشة وحاكود عي عادو قبل أن تدخل مكة انتي سن مكة قلين كهر وهي تبكي أين أوينيسي أيضا أوينيسي أيو أصوك قالي وحي أوينيسي باليرو وأول دمها لي قيري أغوريي وحا معقولة باليرو وحي آدي أطلح ماطي أيضا حشك أصعطا إنو عادو قد عضو فقال وحي نبيك ما لك محاكو قد عي عائشي أنا فستي نفاس ما كو دعاي ديغا عاد نفاس ان لوغو ماغاوي كرا لغا قادانا انا فستي ما عادوتي واي قال دو خيتري نعم قال و خيري نبيغا عبسنين ان هذا امر وامر كتبه الله الى او كو قري على بنات ادم ادم قبليس او دن ايو الله كو كواجب يله سبحانه وتعالى فقد يغدو ما يقضي الحاج و هو حاج وسمينا يو دن سمي غير لكن الله تطوفي بالبيت حرم كليها طواف بو دحاي وحكى له أن سمي بورناي نبي صلى الله عليه وسلم عرف استاك بقى حانت الطورو لكن ضوافك بيتك كلية أيا جوجينيسا حتى صفة مروة أرض أما بيتك كلية ضواف كيسا أيا كم ممنوعة حديث كنت حلقة قادنا دمر كالنفاسك قابة ديك دلمضة يديك عاددة إني حجين كان واحد باتان وسنكسقنين لكن ضوافك للودي ذي هدو مركي حج كيذتنا ميساتو هي ضوافك سوق الليني ساكلية فلما كنا مركي أن نمت بمينم مينة أوتيت وحالوك بلحم بخر هلب لؤاد فقلت حان إربي ترما هذا كان محاواي قالوا حيئدهن تدكي إيكيني ضحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأضحي ذي النبي عن أزواجه زوجين كيس وكأضحي بالبقر هلو ويتدوقف ذويك قديسة هشيلا هل كي قيل تدوقف ذويك قديسة أهل بيتك أهل بيتك هل القفض رئي أغقدا ساسو أي حالة ديذا حديث كي لو بقلي لباتني سدحاد عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي نبي وحوك وريه صلى الله عليه وسلم قال إنو داي نبي الزمان زمان كي قد استدار وحوك صن نقضي كهي أتي سيدي سيخوري وإسكو قسين جاهلين تي بشي حرمض الله دواء بدلين بالكالي كو بدلين وحي يردن وحي كسو نقضي بور داي نبي سيدي دي هوري يوم ما لنتي خلق الله إلهي أبوري السماوات والأرض سيئهيد السنة هل كي سنو 12 شهرا والبئي توان بلوت منها وحاك منها أربعة حرم أفرش شرف له أفر بلوط أو دقالك حتى حرام ويهي أيا كجربو دهي ثلاثة سدح متواليات وسدح حريرا بلوينك حرماذي أفر تقى سدح وحريرا ذو القعدة وبش ذو القعدة وبش السيقتال كان دهنه وذو الحجة وبش عرفاء دهنه والمحرم وبش الزكرة دهنه سدح ذا بلوط ذو القعدة ذو الحج محرم إيا ورجب وبش أفرادنا ورجب وبش عثمان كان دهنه أو مضر الذي ورجب المضر رجب كي غير مضر وكي أنصات الماني الذي رجب كاسو بين جمادي وشعباني لماذا جماد إي شعبان كو نحيا جماد الأول إي جماد الثاني إي الشعبان أي أكل نحيا ساسنا أفرتا وابلا حرمضا له رسولكم مركو حويري أي شهر هذا بشان بشاواي أي شهر هذا
قلنا وحن دهني الله ورسوله أعلم إلى رسولك سيقان تأدب واي وأجهن إن بشان أيتاي بشي حجك لكن وحي أدهن الله ورسوله أعلم معناها تأدب إيا نبي إيا كأذاب قاضنا يا صلى الله عليه وسلم فسكت وآمسي إني كسايين بالله تلماما حتى ظننا إلا أن أم لي نبو يري أنه سيسميه إنو كمك عابدونه بغير اسمي مك اسمك عانهين معنى إني كسايين بالله فهم ماشا مك إذا مك عانهين إنو كشيك دونه أن أم لي نبو إلتناس النبو آمسي قال وحور أليس ذو الحجة ذو الحج ما أهنو قلنا بلى ها أني ربو يري قال وحور هدنا أي بلد هذا بلد كان بلد كيواي قلنا وحن إلى الله ورسوله أعلم إذا أردت أصحاب تأذى بضنيت إلى رسولك ساكو علم بضن فسكت وآمسي حتى ظننا إلا أن أم ليني أن رسولك سيسميه إنو كم عابا يبي غير اسمه مجع إسا مجع آنهين قال حر أليس البلدة بلدة حرم كما أهن مياكن قلنا بلا هابا نري قال فأي يوم من هذا ما لنت أنا ما لنت وايبورد أي نبيك قلنا وحن إلى الله ورسوله أعلم إلى رسولك ساكو علم بضن فسكت وآمسي حتى ظننا إلا أن مليني أنه سيسميه إنو كم عابا يبي غير اسمه مجع إسا مجع آنهين قال وحودي أليس يوم النحر ما لنتي قورع ما أهن ميا قلنا وحن رهني بلا قال وحودي نبيك فإن دماؤكم ديك يالكين وأموالكم مالكين قال محمد نوح يري وراود رواد حديثه كمذي هاي وأحسبوا حن أم لينا يا قال إنه يري هذا النبي إيه وأعراضكم شرفتني نسبذينا عليكم حرام حرام بكت هاي ليجينا إسكت دادينا حولها إسكت قاضنينا شرفتنا حي سجد منا كحرمة يومكم هذا ما لنت الحرمة إلا هذا هاي أوكله في بلدكم هذا بلد كنا الحرمة أولي هاي أوكله في شهركم هذا بشنا الحرمة إلا هذا هاي أوكله أيوة ليجينا إيه مالكني شرفتنا حرام إسكالتهاي وستلقون وحد لكل مدونتان ربكم ربيين فيسألكم حؤذين سؤال يا إلهي أن أعمالكم عماشين ألا هو يا إددو فلا ترجعوا هاو النقلين بعد أن قداشي ظلالا باذي هاو النقلين كتابك ألها كتقين هدات كتكتان يضرب وحو قراع يا بعضكم قاركين رقاب بعض قارهك قارك كلا أي قرتك قوين واسد ما تجرت أوكالي ألا هو يا إبوداي نبيغا ليبلغها قارسيو الشاهد متك مانت إلى جوغا الغائبة كان مقنها قارسية بوضاي نبيك صلى الله عليه وسلم دين كان يالا لفق ليسانين إددك وذا قارسية فلعلا وحلق يابا بعض من قبل أو يبلغه لقارسية أي يكون إني أهذان أو عاله كوأغ حفظ بضان من بعض من سمعه ضد أن إيجا مغلي ضد ما أنت فديو أني وحيجا مغلي أو حالك يا بعض ضد ما قنوا لجارسي إني كحفظ بطان ثم قال كذب رسولك حيري ألا هل بلغت مرتين وإذن سو جارسي حد بو إذن سو جارسي أبو ناي نبيك صلى الله عليه وسلم حديث كلا بقولي لباطني أفراد عن علي رضي الله عنه أنه أتى وحي يمد على باب رحبة ماشلي رهدو بما أتيه أنه أتيه وحا الله كيني على باب رحبة أسقو جوغا بما إنبيا الله كيني فشرب وعبي قائما أسقو تغنب به عبي علي فقال وحو يري إن الناس ضبا يكره وحي كرهسنا يان أحد متكود أيشرب إنو عبوه وقائم أسقو تاغن وإني رأيت النبي أنيقن النبي كان أركي صلى الله عليه وسلم فعل فلي كما رأيتموني فعلتو ساتي أركتن إن سميه نبيك استاغناش بيه كعبي ايان اركي حديث كتلمامي قف الله لقفك استاغ وح كعبها اسم تجيه اما وح كعنا النبي صلى الله عليه وسلم مركو علي ليه انيقنا واكو اركي وران اصوى الشيخنا هدو نبيك وحديده حدنا اوصى ميه ونهي جائس ولغا في عيهي لكن مروالبا اندو سمينا دنبي مركا مالي تاسا مركا اللولة جيدا اذا قفك استاقنا وحكعنا وحنا كعبو وكراهيو لكن هدو استعمال آثم ماها او مكود دنبابايو الى وحن كبرينا انو حقنا وفجي حديثك اللو بقو اللو اعطني شنات وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. حديثك اللي بقول يلا باتن يا شنات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحو يرنها النبي نبي وحو ديدي صلى الله عليه وسلم عن الشرب كعبد من فم السقاء والقربة والقربة سقها سبراركا إيا قربتك وكساء
يوال جلد إي مقار كسميسن إن أفكوذ وحلق عبو كاسو رسولكو ديدي يو أي يمنع الرجل رجلكو إنو منعيه وديدو جاره درس كيس أي غرز أي غرزة إنو كدك سد خشبه قريس في داره دارتيس إنو كدك سد إنو أديدنا رسولكو وديدي مدكو ثميق سيقها إن مركا وحلق عبو حكمة ضوحة معقولة أيا ليري ويجيت كان مقار وكسم ميسي هاي سيدا جلمد أو كلا أفكيدا وحايس كدعي كرتبها الإوحيا بنوعاس إنو مركا كوجيرو مع ذلك قفك أوسن مركا أوغين دلانا ماهان أو كرلا ما أركايو أريموينكا إن لو ديدي أيا صورة قال السيقها إي قربتك أفكود إن لو قعبو إيا وحوك لو نبي ديدي إن درس قف أه أو ديد درس كيسا إنو قريس دارتيس مركا كودك سدو حديث كي لو بقول إليحي الطبنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحو يري سمعت وحن مقلي رسول الله رسول كي إلهي صلى الله عليه وسلم قو يقول لها لا يدخل أحدا أحد كجلا يا عمله عمل كيس الجنة جنة كجلا يا مجر قالوا وحيدين أصحابت ولا أنت يا رسول الله أذيقنا رسول كي إلهي قال وحو يري ولا أنا حتى أنيغا كوغلي ما يبو داي نبيغ صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله إنو إلهي إغضبو لبفضله ورحمته ما هاني إنو إلهي فضله سي رحمته سيغو أسترى ما هاني إي فسددو صوابت اللازم وقاربو سودة دوية ولا ولا يتمنين يوسن تمنين وسن جعلي سن أحدكم أحدكين الموت دمشو ويودين إلهي ونفت إغقاد إما محسنا قف محسن أو ونكسن هدئو يهي فلعله وحال عركا أي يزداد خيرا عمري سئن خير كزيات سدى وإما مسيئا قف مسيئه حن هدئو يهينا فلعله وحال غيابا أي يستعتب أي يستعتب إنو تريبتونادو أو حمانت إيو وحيابها نوع سكر ريبتونادو أما أي يطلب العطبة إنو عطابة إيا قيلة بانت أو كدالبا راضي هاشد إلى سبحانه وتعالى تاسا مركا معقول إيه حديث كي لابا بقول إلا باطن إتضباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحو داي عبد الله ابن عباس قال رسول الله رسول كي إلهي وحو يري صلى الله عليه وسلم الشفاء داود في ثلاثة سدح ميل بي كجرتا شربة عسل ملك اللعبه وشربة محجم استوبدا شربة المحجم آلد اللي اسكو طوبة وايا لكن استوبدا اي ديقة ميشة فالاستو اللقب بحيو الله طوبة خفكا وداو اي وكية نار دبك قبتان كيسا اللي اسكوبه وانها امتي ومدى اذا سوحان ادي ذيبو باي نبيك عن الكي قبتان رفع الحديث حديث كي هو رفعي او كر اي اقاضي نبيك سدح وحيابوت اي دابد كجر تابو يروا عسلك او لعبو اي استوبدا اي دبك انتا وحو الرعسي امد ايدا وحان ادي ذيبو داي نبيك امتقانا قبتانك اي نهي تنزيه واي والريبيد اسكبنا لما فيه من الالم الشديد ويحنونك كان اي كجر دبك والخضر عظيم وانما قال اول الشفاء في ثلاثة مركو يري والغضر دبك كبعدنا والودر لأنهم كانوا يرون أن القي يدفع الداء بطعبه وعي أركا ينبال يردبك اللفتقي سأما أودي سبا إنو عذركو كعليناي سيدا درتد إن لودي ذينا معقولوا مركا ذاتذي صوح مقابنك ردبك لكن سكستها أهاتي ودابو وحاكلو ليري حدا حتى هدي قفك أوكو عافي ماذا دبك رادكي سي آثارتي سوليكيس أما إنت بضم بك بابا أبا لكن سيدا كالي دبك ودابو لكن هدي نبي أسا وحودي دسان سوشيكني حدانو أغلاضو ونهي التنزيه أيا ليره ذا حديث كي لابا بقول إي لابا تنئي سيدات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع وحو مغلي رسول الله رسول كي إلهي صلى الله عليه وسلم أو يقول بها يفي حبة السوداء جيت كحبة السوداء ليراد شفاء وداو من كل داء عذر كست أيو داو أيهي إلا الصام صام كما هني قال ابن شهاب وحو قال ابن شهاب وحو يري والصام الموت صامك وغيره عذر كستا داو أيو أيها حب السودها إلا صامك ما هني
saamka macnaha geerida loo la jeeda waayo geerida wax daweyn kara ma la ila dhimasho maahine wal habatu sawdaa habatu sawdaha ashuniz wa geed kale yiraahdo shunizna marka waa la yiraahda tafsiir ayuu u yahay habatu sawdaa ذلك أن حبة السوداء هي شونيزك واسكوميد وضدك قبل كميدة أي شونيز مركا يرهدا مركا سيدا درت يدقيتك حبة السوداء إنو داوية هاي أي حديثك مركا نوت الماما حديثك إلا بقول إلا باطن إيساقالات عن أبي هريرة قال وحو يرقال رسول الله رسولك إله وحو دهي صلى الله عليه وسلم لا عدوى عذر اسكو دار شمجر ولا طيارته باسيسنا مجرى ولا هامة هامة يشنبر قوميس لدهانا مجرى ولا سفر بالسفر أهنا مجرى وفر من المجذومي قفك جوذاك قبنك أرد بوضاي نبي صلى الله عليه وسلم كما طفر من الأسد سيد اللباح اللوغة أرد أوكالي حديثك حونو تلمامة يا نبي نقول تلمامة عذر اسكو دارش إنو سنجر لا عدوى ولا طيارة عدو حلو لجيدا إن عذر لسك الدار تقف كان عذر قبواك تعطي أما وحياب النوع سوى كلها اللي عذر كي أيو إيقود بنا تامركا مجرى إلهي إلى الددي سكوي ماذا عذرك كلابا طيارة وابا سيسي قف وعطبا سيستو وحباد قديسا قف باكو بالله ما أنت وحكا لغا مقاذنين إن أطنا هذا هيب الأياساس أها بلوغي ساحن مركا با سيسي واي حما وحلو لجيدا شمرك قوميسك قوريك أوسو استاغو وحبا كات انتي دادكو ديه جيرين وطارين تاسنا أرين جيرتا ما هم بوضاي نبيغا ولا سفرا سفرنا دادكو آد بي أبا سيستان لسم قورسدو لما قورو وحيابا نوحا سيمرك آمين سيين ناكتي سفر لقوريا مطرشو وحيابا نوحا سمالا بوضاي نبيغا صلى الله عليه وسلم بلا إسلام كل أي بلا إله واسكوميد حدنا مجذوم كي ننك جذان كقوى كأرض بوضاي نبيغا سيد اللباح اللوغة أرضو الدوحو نصة المامع عذر اسكو دارش إنو سنجرين وحا معقول أيال يري جذان كإنو كبح سيهي واساق إنو اسكو دارش أو كجرو أما إنت كلام مركا مايا وحا كلام معقول قفك يديسا لو ناجنا إنت نن جذان قبا إنتو أو تابتو أما أو لها العذر كي أو كدعو هدو إنتو ليه لها ننكانا سائيالي سن يديسا نظيف أي أنقطو inu marka hore oo marka ka tago taana marka macquul waaye oo waa iska dhici karta inuu rasuulku ula jeedo sallallahu alayhi wa sallam hadiski 230 aan abi juhayfata radiyallahu anhu qala wuxuu yiri an abi juhayfata radiyallahu anhu qala wuxuu yiri radiyallahu anhu qala faraaytu waxaan arkay bilalan bilal oo jaa laymid bi anazatin ul warqa anazada wa ul hos waxa ka ah bir aya loola jeeda waran فركزها ذلك أي كسري ثم أقام الصلاة صلاة دب أقيمي فرأيت وحن أركي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وخرج صبحي صلاة أسو صعدا في حلة أصغر درب اللد أهمر كاوتا حلة ودر اسكو جوغا مشمرا وحنجرسا فصلى ركعتين لما ركع أي أدجيدتك إلى العنزة عنزدي إي أشي حق يدو سطر أهم بي أطالا ورأيت الناس ذاتك بان أركايب وضاي أبي جحيفة إيا والدواب حوله أو يمرون مرايا بين يديه نبيه هرتيس أو من وراء العنزة أشق ذاش إذا مركا أهوى ديسكو حلقة قادنا قفكا مركو دوكنا إنو صدر سميست إني في عنتهي صدر ذا قداش إذا وحي مرا معي لني ستشقنكو من الهد أما صدر ذا إذا إنت إذن دحيس قفكي صامر وإسكعي لني سام تاسو حديثك تلماما ورأيت الناس والدواب يمرون أيغو مرا بين يديه نبيغ هرتي سأو من وراء العنزة وشقداش إذا حديثك إلا وبقول إيكو إيصدنات عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وحو يري أهديا وحلوسو هديي لرسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم فروج قبل حرير أو حرير فروج أيا لوسو هديي نبيغا قبل أما مرأ أو حرير كسميسا أيا نبيغا هديها الله كاني فلبسه ولبستي ثم كبعد صلى وكدكتي فيه مرضي أيو كدكتي نبيغا صلى الله عليه وسلم ثم انصرف كبعد صلاة أيو كقدومي أو كبحي فنزعه وإسكسي بي نزعا سيبت شديدا أوضرا كل كاريه له سيدي قفكره سنايا أوكالي دق دق أيو سيبحي حريرتي ثم قال وحو يري لا ينبغي وما هبون هذا مثل إنو لبست للمتقين دك متقين تأه
دتك إلهي كدور صنايا ربي مع سيدي سكعب صنايا قفك دتك نوع عسى إني لبستان وما بنا رأي رأي نبي صلى الله عليه وسلم وحما معقولة مركا أول بسنة نبي إن أنت الحاران تنمين إن مركا تهي أو مركا سيدا لو حاران تنمين حديث كي لو بقولي صدن إلا بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحو يري قال رسول الله رسولك إله وحو دهي صلى الله عليه وسلم لعن الله إلهي رحمتها كبقى جيء الله لعن المتشبهين كوا إسكتك لقدمر كأو من الرجال أو رجع كمل أه بالنساء ناجه إسكتك لق الله لعنه متشبهين كوا إسكو أكياي من الرجال أو رجع أه بالنساء ناجه إسكتك لق سلسلة دقاتة حركة الدمر كأسعده أيضا كالأهض له الله لعنه والمتشبهات قبلها من النساء دمر كأه إسكو تشبيها بالرجال رجع كلا إسكتك لقنا الله لعنه وضعي النبي صلى الله عليه وسلم سروالك قاتل سيد ويلش أوكله تمها جرتا وحيابها النوع عصوت كلاذن رحمة الله كذا قاجيو ويل كستو جبر إسكديجا إيه جبر وكستو أو ويل مركا إسكديكتا حديث كي لب بقول إصدل إصدحات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي نبي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال إنه يري لعن الله الله لعن ذقو نحرست الله كدرجي الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة واصلة واصلة الله لعن ذا التي تصل شعر بشعر آخر تمه إذا أي تمكل كحري رسا والمستوصلة استوصلة وحلولة جيدة التي تطلب ومدة طلبت يفعل بها إن الله سمعيه تنحرير سه إيتن لو حريريه وأنها بركة قشتة الله لعن ذا الواصلة تمه إذا أي تمكل كحريريان ومد حريرسة مستوصلة ومد ضلبت إن لو حريريو والواشمة واشمة واشمة وحالو لجيدا كوة فرورها الدردرة والمستوشمة إيا كوة طلبه داي نبي صلى الله عليه وسلم أما كوة طلبه إيا كوة سمية يلا بذبا أربد انتي سوق هذا وحي كو دردرة يان فرورها هدو ديك أيا ماشي صوفة دي سنايو قروح بونية أيو مركة ويالا إيا وح الله لوحي نوع عصو كلو أفك أي مرسدان دو مركة وإلهي أصن أقالي سبحانه وتعالى ناكتي سمي سنة الله لعن ذبو داي نبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة تنتماء حريرسة تنضلبته والواشمة والمستوشمة مدى واشمة هي مدى مستوشمة أيضا مركة ضلبتنا لبدا الله لعن ذو أيو يري نبي صلى الله عليه وسلم حالة النوع عسى مركة لما أقول أيضنا ربنا ودي ذي سبحانه وتعالى كوة الدردرة هي كوة مركة الله الدر فروره ذبا حديث كي لو بقول صدن يأفراد عن معاذ بن جبل أي اللقوري رضي الله عنه قال وحو يري بينما وقت أنا أنيق رديف النبي نبي فنجليه سأه صلى الله عليه وسلم وقداشي سفر سلفديا ليس بيني وبينه أنا إي نبي غنا أوصنو دحين إلا آخرة الرحل ررد انت يضا الدنب ما هاني وحكا لأنو دحين بويري فقال وحو إيو يري نبي يا معاذ معاذ قلت وحان إربونا إلا بيك يا رسول الله وأجيبي رسولك إلهي وسعديك سعديك وحقول جيدا إجابة بعد إجابة حبا وأجيبي رسولك الله هي واي ثم كبعد وإغاء مسينبك صار ساعة وقت أيو سعدي ثم قال وحو يري يا معاذ معاذ قلت وحان إلي لبيك يا رسول الله رسولك الله كأجيبي وسعديك إجابة بعد إجابة أي المركة كأجيبي وتأكيد وأكو أجيبي ثم صار ساعة تنبوس عذي ثم قال يا معاذ معاذ أي إيري هدانا قلت حان إري لبيك رسول الله أي يا رسول الله وسعديك قال وعي النبي هل تدري ما أكتهي ما حق الله حق إلهي وحأوي على عباده أدو مذي سأوك ليهي قلت حان إريبو يري الله ورسوله أعلم إلهي رسولك ساكو علم بذن قال وحور النبي حق الله إلهي حقي سعى على عباده الدومذي سأو كلية وحواية أن يعبدوه إني عابدان أو ولا يشركوا به شيئا وحبئسا أشريك يلين
ثم انت كبعد سار وسعد النبي ساعه وقت قدر اي سعد ثم قال وحي يا معاذ بن جبل معاذ بن جبل قلت حان ارى لبيك رسول الله وصعديك كأجيب اجابه بعد اجابه كأجيب قال هل تدري ما حق العباد على الله ما اتقانا حق الضمضة ألا كركيس أي كليهين إذا فعلوه هذي سرى يلان قلت وحان إربو يري الله ورسوله أعلم قال وحو يري حق العباد الضمضة حق وضع على الله ألا كليهين دشي سوحواي ألا يعذبهم إنو سن عذاب سبحانه وتعالى هذي أرنتا سميال إي ربي وحبه أشريك يلين إنو سن مركا عذاب حديث كي لو بقول إصدن إشانات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحو يري قال رسول الله رسولك إله وحو رهي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر دم بيالك لقلكو أهو وين وحا أهوين أي يلعن الرجل قفك إنو عايه والديه هو يديسي آبهس قفك إنو والد كيس عاية دم بيالك أهوين ويبو رهي نبي صلى الله عليه وسلم كبائرتو كسي وين هاي أكبر الكبائر وين قيل وحالو يري يا رسول الله رسولك إلهي وكيف يلعن الرجل رجل سلو عين والديه لبدي دشي ويلا يا بين أصحابته قف ما لبدي دشي عيناي قال وحور النبي يحادي أكرت يصب الرجل قف إنو عايو أبا الرجل قف كلا أبيهس أو فيصب أباه وأمه مركا هو يري سي أبيس لعايو مركا قف كلا هو يري سي أبيس آد عايسو وحي لمتاي أذيغو هو يري أباها عاي ويوى لغوسو جوابا تاسن هو يري أباها أدا مركا أوكياني واي أذو عاي مركا لمتاي حديث كي لوب قل إصدن إلي حاد عن أبي هريرة أبي هريرة وحال لقوري رضي الله عنه عن النبي نبي وحوكوري صلى الله عليه وسلم قال إنو يري إن الله إلهي خلق القلق خلقي أيو أبوري حتى إذا فرغ مركو فاروقي من خلقي أبوركي سقالت الرحم قرابذي وحي تري هذا مقام العائدي ميشان بوسكي مغنقل كيغي ويا بك أذيغ من القطيعة قوس مذ أن كان مغنقلاي نظفر بضن أو تلقوي يا لأياجرا إلهي أني ميشان مكتغي بيت الرحم رحمكي عرشي الرحمن كأستيسا أي قبصتي مركاسي تري إله أني ميشان كتغي ماي وحن كان مغن قلا يا دتك دتك قوية قال وحو يري إلهي نعم وياي أما ترضينا رالي مكن قليسا أن أصلنا إنا الحريريا من وصلك قفك كحريريا أو أقطع أن قوية من قطعك قفك كقوية رالي مكن قليسا قال دوحي تربرا يا ربي ها ربي يو قال وحو يري هو لك أرنت ساكو سبناتي كيكو قوينا وقوينا بورنا إلى سبحانه وتعالى كيكو حريرينا وحريرنا مرقى عديسكو حلقة قادنا قرابة إلا حريرية إلي آدفي عنطي هدين لقوينا إلهيكو قوينا سبحانه وتعالى حديثكي اللي وبقل إصدن التضبعات عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي ترجى أبني امرأة ناك أيا إيتمد جاءتني وحا إيتمد امرأة ناك معها معجيدة ابن تاني لابا قبضوط اي لسعدان تسألني وحبي ايوي ديستي ويتوكسنيسي فلم تجد عندي اكتيد وحان كواي بيتر او كمهر غير تمرة واحدة هل تمر مهانا وحكالي فاعطيتها وانسية تمرتي هو يدي فقسمتها وحي اكل قويسي بين ابنتيها لبدي ذا قبضوط اذن وحبك معنين ثم انتاك بعد قامت وي استاكتي فخرجت وي بحضي فدخل النبي نبي إيسو قال صلى الله عليه وسلم فحدثته أرنتي أيان أغشيكي أرنتي أغنات سميسة أن لا يابي أيان نبي أغشيكي تري فقال وحي لنبي من يلي قفكي لو امتحاما من هذه البنات قبلها شيئا شيء لوغا امتحاما وايا دمركا ويلشي قبلها اسكم مد معهن قبله ويكك تكاليف بذيهن ويلشا وفكي لو امتحاما شيء او فأحسن إليهن وناجيا كن له سترا أستر بأغن قنايان من النار نار تبوضي نبي صلى الله عليه وسلم قف الله لقفكي حتى بو يرى حديث كالعالة جاريتين لما قبلوت بقالي إلا إكقان جاريان تعليمي التعليم في عن إلا قري خير بلان وكوب بصدو إلهي سبحانه وتعالى حجاب نارت أغرق والدك مركز نادرتي الدمركو إن أما هو يدا إن إلمه هذا أي سيدا يلي سي رحمة بلانتهي أي حديث كالاقا قاوانا إي قفك صدقاذ هبا يراتي إني سيران مركا قلين ويتمر أي سيسي عائشة رضي الله عنها حديث كي لما بقول إيه صدن إيه سيدي ذات
عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال وحو يري قدمه أو قال وحو يري قدم على النبي نبي وحلوس قلي صلى الله عليه وسلم الله كاني سبي قفال قفال فربنا أيا دقال لقص وقبصدو نبي الله كاني فإذا امرأة ناك ومن السبي قفال ككجرتي أيا تحلب وحا إرمانا ثديها ناس هذا عني لها ينتصقي وحي ورابنيسا إذا وجدت هذي كهش سبيا عنوير في السبي قفال كوي قبنيسا أقدته ويسو قبنيسا فألسقته ببطنها علوش ذي صاري سيكد جنيسا وأرضعت وينو جنيسا قال الله أن النبي يوحنا به صلى الله عليه وسلم أترون ما أركيسان أو ما أمليسان هذه مدان رحمة صان له طارحة إلي كتوريس ولدها ولد كذا في النار نار دب إلي عنق إذا كرذيس ما إذن لطهيب رأي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وحن رلا مايا وهي أيضا تقدر كركرت الله تضر الله تضرحه إني سنكتور ما كتوريس قال وحي النبي قال الله أرحم إلهي أيا أغن حريص بدن بعباده الدومذيس من هذه مدان بولدها سيدي عنق إذا أغن رحمنيس إلهي أيا الدومذيس أغن حريص بدن سبحانه وتعالى حديث قيل وبقني صدن يسقالات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير سمعته وحن مغلي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أو يقول لها يجعل الله الله وحوكي لي الرحمة نحريست مئة جزء بقل قبل فأمسك عند أكتس وحوكي ذي 99 جزءا سقال يسقاشا قبل أكتس أيو دقي وأنزل وحوكس ودجي في الأرض بلك جزءا واحدا هل قبل كليا فمن ذلك هل كاس هل فمن ذلك الجزء هل كا قول وايمتك او يتراحم الخلق خلق كانوا ضل حد يسبون حريصنايان حتى ترفع الفرس افرس الا فرسك حتى اي كر او قاد حافرها قوب كذا عن ولدها عن كذا خشيه ايضا كعبسنيس ان تصيبه اني كو استاكتو فرسك لوكتو سكر وقاضا انت وحوديه ان عنقيس كو جوكسدو رحمد وايه وقبلكي رحمدا كليه اي الهي ادونكو اسو دجيه سبحانه وتعالى سقاشن إيا سقالك أكتي سيالة بقول كامتك والعلينا بارواتك للقدر وبقول كيالا كاملة وحالوغن حريسنا آقر مؤمنين تكريا وكان بالمؤمنين رحيما سيدابو داي إلى سبحانه وتعالى حديث كيز لببقولي أفرتنات عن نعمان بن بشير يقول وحو يري قال رسول الله رسولك الله وحو دهي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين مؤمنين تباد أركيسا في تراحمهم اسكن حارس شذوذا وتوادهم اسجعيل كوذا وتعاطفهم اسكن تردوذا كمثل الجسد هل جسد أوكلت أم ليسا إذا اشتكى عضو حبنها ضوحا وصد تداعى له وحو اسبوع عدا صائر جسده جسدك انتي سكلي بالسهر نفر كأيو والحما حنونك قندا ايو نفر كايو هل فرحديك حنونت اما هل ال جسدك نو ولا سوود جيدا مؤمنين تساس وكلا واي هل قف مركو ساو ديباتيسي هي انت كلا ساسي نفر كايو حمانتي اسغ سيهم بو يري صلى الله عليه وسلم حديث كي 200 افترات عن انس عن النبي نبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال انه يري ما من مسلم مسلم مجرو غرس غرسا تلال تلالا او فاكل منه تلال كي او إنسان بني آدم أو دابة أما دابت إلا كان له وحي أنقني سابه أرنتا صدقة صدقة جيدو أبوري وبيربو أبوري شمبرا كو استاكتي وحبي كقوستي قف بني آدم ميش مراي أما هكحضو أما سكال هوي ديو دابت وحوال بقو لغعنا صدقي أطهيبو ناي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كي لابا بقولي أفرتني لبعض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي نبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال إنه يري نبيك من لا يرحم قفك آن نحريصن لا يرحم لا من نحريستبو داي نبيك صلى الله عليه وسلم قفك آن خلقي إلى أن نحريصن إلى أن نحريصن مايو حديث كي لما بقولي أفرتن إيا سدحات عن عائشة رضي الله عنها عن النبي نبي وحي كوري صلى الله عليه وسلم قال إنه يري نبيك ما زال كمزول جبريل كمسول يوصيني بالجاري إنه درسك إغلاد دردار مايو درسك إسك إلالي درسك إسك حفظ درسك إسك أغو إنه إغلاد دردار مايو كمسول حتى ظننته إلا أن أملي أنه سيورثه إنه إحلا يبه
إلا درس كنو دحل كي قال لي إلا أن أملي أيو إغلا دردار مي أنه سيورثه إنو إدحل سينا يو أولي هاي درس كأيا دحل كاغا إسكالي هيركا سامي بو داي نبي صلى الله عليه وسلم حق جارك أولي إنو آدوية بو حديث كتلماما حديث كي لو بقولي أفرتني أفراد عن عائشة رضي الله عنها عائشة ربها كراد النغذي قال دوحي تل قلت حان بها يا رسول الله رسولك إلهي إن لي جارين لبدرس أيان لا يهي فإلى أيهما لبضو ذاك أهدي هدية أن أجيا مركا ربئنا هدية سيئة كان هدية أجيا لبدرس أن لا يهي قال وحو يري إلى أقربهما منك بابا متك الباب كيسو كسو حيغو أو كسو الباب دو كهدية سيبو داي نبي حديث كي لبب قول لشاني أفرتناد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي نبي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال إنو يلي نبي كل معروف شيء كستأو معروف صدقة صدقة واي شيء كستأو معروف وإنسان كو أوسمي أما أوكو هدلو معروف حالو لجي ذا وحي شريعة إي عقلي سليم كأحب أي أقولان كران أو ونكسنو بر إي ونك أهو نمبا وصدق بو داي نبي يثاب عليه وفك والاق أبال مريا ثواب صدق أوكلي أي ربي أوك أبال مريا حديث كي لو بقول أفرتني لحاد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي نبي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال إنو لأن يمتلئ إنو كب حسن مجو في أحدكم أحد كين حبت كي سخي قيحا ملح إني كب حسنتو أيا خير له أوغ خير بضن أسقى من أن يمتلئ إنتي كب حسمي لهيد شعرا قبي إيه هيسو إنتي كب حسمي لهايين إني ملح فريستا أغير بضن أيو رأي نبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ جوف أحدكم أحد كين جوف كيسي حبت كيسا إني بوحس قيحا قيح وسخ صديقها إيه متقانا ملح أيا خير له أغ خير بضن من أن يمتلئ شعرا إنتي شعري أبوان نمو إيه قبي أبوحين لها حديث كي لبب قولي أفرتا إيه تضبعت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري إن الغادرة متك قيانة بضن يرفع له وحالوكر قاذا أولو تاغا لواء على يوم القيامة ما لنت قيامه فيقال وحالو بها هذه متكان غدرة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان غدر كيسي بلن كبحيسي قيانذيسي ويالا بها ويسميه باسمه واسم أبيه سلوف ده حياة الربا مجع عيسى مجع أبيه أي مركا الله هو على شاقف والبصيبة الله صبحي يوم القيامة ننك الرباد عنوات إله ويروح كصبح قبر أسقر دع دعايا وأطم ليس إنه مس جنون مركا تابتي كصبح ما يو قبر ومس استعجايو إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سيدي نوى دع دعايا كلي ننك ناجح بلنجور سيدا يا نوكا أمتقانا أكل إحدى قيامه صبح أسقى وشقه ما البوضع النبي خف كست سبا لغو صبحيا ورسولك أتل مامي صلى الله عليه وسلم ننك غادر كواكنا علم با انت أسته اكتي سلو تاقا كربا الله قادة علنك مركز اللي هذه غدرة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان قيانة ديسي حديث كي الله وبقوا لأفرت الإيس الديداد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وحكو رسي صلى الله عليه وسلم قال إنو إلى النبي لا يقولن يوصن بهن أحدكم أحدكين خبثت نفسي ولكن ليقول هذا لقصت نفسي بر الله لمرك غفكو اسكدر ما إيمان يرو يوصن بهن خبثت نفسي لكن هذا لقصت نفسي خبثت وحقبيث نقطو حماتي نفسي ديدا لكن يودهن لكن هذا نفتي ذي واقل الشيء لقصت نفسي ولو اسكدو ين حدنا كلمة خبيث كالديدا قصد كها استعمال ابو داي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كي لو بقل سقال اي افرتنات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحو يري قال رسول الله رسولك الله وحو دهي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ربي وحو يري يصب ابن آدم ابن آدم كواي عايي وحو عين يا الدهر دهري اي زمن كي اي عينا وانا الدهر زمن كان انيقا وايبو داي نبي صلى الله عليه وسلم اصو ان يعي لمتهاي بيدي الليل والنهار واي هبين كي مال انت كعنتي ذو كجرا انا دهر كسمايا قف كي دهر كعاي وحو لمتهاي اصغو ان يعايي تاسي لمتهاي حديث كي لو بقل يكونتونات وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى اعلم.